بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة الدرس الثالث من الوحدة الثانية، التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم. التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم. أولا، التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم قديما. أولاً، في عصر الدولة القديمة ازدهر التواصل التجاري في عصر الملك سينيفرو. الملك سينيفرو أرسل بعثات تجارية محملة بالحبوب والكتان وعسل النحل إلى النوبة، وعادت البعثات التجارية محملة بالماشية، الماشية اللي هي الأبقار والجاموس. أرسل الملك سينيفرو أسطولاً بحرياً بيضم 40 سفينة لإحضار خشب الأرز لصناعة الأساس والسفن. أرسلهم إلى إيه؟ إلى بلاد فينيقيا. ثانياً، في عصر الدولة الوسطى زاد النشاط التجاري بين مصر وجيرانها، خاصة بعد حفر قناة زيزوستريس في عهد الملك سينوسيرت الثالث. قناة زيزوستريس كانت بتربط بين نهر النيل والبحر الأحمر. اكتب نتيجة واحدة، حفر قناة سيزوستريس في عهد سينوسيرت الثالث أدى إلى زيادة النشاط التجاري بين مصر وجيرانها. ثالثا، في عصر الدولة الحديثة أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة تجارية مكونة من 5 سفن إلى بلاد بونت. بلاد بونت اللي هي حاليا الصومال. طيب، بعتتهم ليه؟ لجلب العاج والخشب والبخور والعطور والحيوانات والطيور النادرة. اذكر سببا واحدا، ارسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية الى بلاد بونت لجلب العاج والخشب والبخور والعطور والحيوانات والطيور النادرة. في نهاية عصر الدولة الحديثة ازدهرت العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الإغريق اللي هي بلاد اليونان حاليا. أسس ملوك الأسرة 26 مدينة اسمها نقراطيس، دي موجودة بالقرب من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، للتجارة ولرعاية اليونانيين، وانتشرت بها صناعة الخزف. قام الملك نخاوي الثاني برحلة حول إفريقيا استمرت 3 سنوات بمساعدة الفينيقيين، كانوا بحارة مهرة الفينيقيين، فاستعان بهم الملك نخاو الثاني. ايه الغرض من هذه الرحلة؟ اكتشاف طريق تجاري يمر بدول غرب افريقيا. في عهد البطالمة اهتم البطالمة بزيادة النشاط التجاري، والدليل على ذلك انهم انشأوا الكثير من المواني على شواطئ البحر الاحمر والبحر المتوسط. صدر البطالمة المحاصيل الزراعية والمنتجات إلى دول إفريقيا. مصر قديما كانت دولة زراعية بتصدر جميع المحاصيل الزراعية لجميع أنحاء العالم. استورد البطالمة المعادن والفيلة. طب لماذا؟ من أجل تسليح الجيش. أذكر سببا واحدا، استورد البطالمة المعادن والفيلة من أجل تسليح الجيش. اذكر سببا واحدا، قام الملك نخاوى الثاني برحلة حول افريقيا استمرت 3 سنوات لاكتشاف طريق تجاري يمر بدول غرب افريقيا. اولا، التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم حديثا. المنظمات الاقتصادية، تعمل مصر على دعم التواصل الاقتصادي مع دول العالم في العصر الحديث، العصر اللي احنا عايشين فيه، من خلال المشاركة في العديد من المنظمات الاقتصادية. منظمات اقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية، وايه تاني؟ منظمة الكوميسا. الكوميسا ديت هي السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا، يبقى منظمة الكوميسا خاصة بافريقيا، شرق وجنوب افريقيا، مصر مشتركة في هذه المنظمات. بمتفسر،
تدعم مصر التواصل الاقتصادي مع دول العالم في العصر الحديث من خلال المشاركة في المنظمات الاقتصادية بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاج. ثانياً، علاقات مصر بإفريقيا. حرصت مصر من قديم الزمان على تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا، لأن إفريقيا هم جيراننا. امتدت هذه العلاقات الاقتصادية في العصر الحديث، وأقامت مصر الكثير من المشروعات التنموية في العديد من دول إفريقيا. يعني مصر ساعدت دول إفريقيا، ساعدتهم في إيه؟ رقم واحد، مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. رقم اثنين، زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا. رقم ثلاثة، مساندة الدول الإفريقية وقت الأزمات. ساهمت قناة السويس في تسهيل حركة التجارة العالمية. قناة السويس ربطت بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وسهلت حركة التجارة العالمية بين جميع دول العالم. لاحظ الخريطة ثم أجب. رقم واحد، الصحراء الغربية. رقم اثنين، مدينة أنشأ فيها البطالمة مكتبة وجامعة، مدينة الإسكندرية. رقم ثلاثة، قناة السويس. رقم أربعة، البحر الأحمر. رقم خمسة، نهر النيل. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام كل عبارة. ظهرت العلاقات التجارية بين مصر والعالم منذ القدم. العبارة صحيحة. أرسل سينيفرو بعثات تجارية محملة بالحبوب والكتان إلى النوبة. العبارة صحيحة. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلات تجارية إلى بلاد الإغريق. العبارة خاطئة، إلى بلاد بوند. استورد البطالمة المحاصيل الزراعية من دول إفريقيا. العبارة خاطئة، استورد خطأ والصواب صدر. ازدهرت العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الإغريق. العبارة صحيحة. استورد البطالمة المعادن والفيلة من أجل تسليح الجيش. العبارة صحيحة. قام الملك رمسيس الثاني برحلة حول إفريقيا استمرت 3 سنوات. العبارة خاطئة، رمسيس الثاني خطأ والصواب نخاو الثاني. ساهمت قناة السويس في تسهيل حركة التجارة العالمية. العبارة صحيحة. اختر الإجابة الصحيحة. أرسل الملك سينيفرو بعثات تجارية محملة بالحبوب والكتان إلى العراق، النوبة، بونت، فينيقيا. الإجابة الصحيحة، إلى بلاد النوبة. تم حفر قناة زيزوستريس في عهد الملك سينوسيرت الثالث، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث. الإجابة الصحيحة، سينوسيرت الثالث. أسس ملوك الأسرة 26 مدينة نقراطيس، وكانت تشتهر بصناعة الحرير، الحديد، التماثيل، الخزف. الإجابة الصحيحة، الخزف. شارك الملك نقط في رحلة استكشافية حول قارة إفريقيا، نخاوة الثاني، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث. الإجابة الصحيحة، نخاو الثاني. استورد البطالمة المعادن ونقط من أجل تسليح الجيش، الجمال، الخيول، الطائرات، الفيلة. الإجابة الصحيحة، الفيلة. أرسل الملك نقط أسطولا بحريا يضم 40 سفينة لإحضار خشب الأرز، سينيفرو، سينوسيرت الثالث، رمسيس الثاني. الإجابة الصحيحة، الملك سينيفرو. أكمل الجمل الآتية بالكلمات الآتية: سينوسيرت الثالث، السويس، نخاو الثاني، الفيلة، الكوميسا. قام الملك نقط برحلة حول إفريقيا استمرت 3 سنوات، نخاو الثاني.
تم حفر قناة زيزوستريس في عهد الملك سينوسيرت الثالث. تشارك مصر في العديد من المنظمات الاقتصادية مثل منظمة الكوميسا. ساهمت قناة نقط في تسهيل حركة التجارة العالمية. قناة السويس استورد البطالمة المعادن ونقط من أجل تسليح الجيش. المعادن والفيلة. إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على الدرس الثالث، التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.